السلام عليكم، كديرين وليداتي؟ لاباس عليكم، كيف نتوما؟ دايرين مع البرد ياك؟ لاباس عليكم، نتمنى من الله تكونوا على خير وبخير وبصحة وسلامة وطول العمر والرزاق والتيسير، ويسلك عاقبتكم على خير. كنغبر عليكم غير كنكون شي شوية عيانة، ما كنقدرش ندير شي حاجة. ياك لاباس عليكم، نتمنى من الله تكونوا على خير نتوما وليداتكم ووالديكم والوليدات كلهم ان شاء الله، والمواد كلهم يكونوا على خير وبخير الحمد لله رب العالمين. ومبارك عليكم هذا الشهر، دخلوا علينا بالصحه والراحه وطول العمر والرزق والتيسير، ويسلك العاقبه على خير لجميع المسلمين مشارق الارض ومغاربها. انا وليداتي اليوم غادي ندير معكم تارت او سيترون، غادي نديرها لكم بالحامض. انتما غادي تشوفوا عاديه، ما فيها لا فران ولا والو، فيها كل شيء غير هكاك. غادي نبدا نوريكم ان شاء الله المقادير ديالها. عندي المقادير ديالها 200 غرام ديال البسكويت مطحون، و 150 غرام 100 غرام حتى 150 غرام ديال الزبده، بها غادي نخلط البسكويت. وعندي طرولارك ديال الحليب مع قشور الحامض مغليوه، عندي 3 د البيضات، عندي سيترون وحده ديال حامضه ونص معصرين، عندي كاس ديال السكر، عندي 3 ديال المعالق ديال مايزينا، عندي قشور الحامض محكوكين، عندي حك ديال دانون. هادو هما المقادير ديال هاد. وعندي الزبده، عندي 100 غرام ديال الزبده. هذه هي المقادير ديال هاد السكر والحامض ومايزينا قشور ديال هاد ديال الحامض محكوكين ودانون والزبده القاعده ديال البسكويت وثلاثه ديال البيضات. هادشي اللي كاين. والحليب غادي نفيدو، غادي نديرو على العافيه يفيد. ملي يفيد الحليب نوريكم انتما. دابا هنا كنفيد الحليب، كنفيد الحليب مع قشور ديال الحامض. ملي غادي يفيد لي الحليب غادي نحيد القشور ديال الحامض وغادي نخدم به. غنوريكم كيفاش. دابا ها هو دا كيفيد، تيفيد ونحيد منه ان شاء الله داك القشور ديال الحامض ونوريكم. دابا غادي نمشي نوريكم الطريقه الرئيسيه الاولى ديال الكاطو. انا غادي نوريه لكم. هانتوما شفتوا الحليب فايت. دابا غادي نمشي للكاطو ان شاء الله الرحمن الرحيم، نوريكم القاعده ديال الكاطو مع الزبده، نصوبها ونرجع لكم عاد نوريكم لاكريم. الرحمن الرحيم. الكاطو اللي طحنت 200 غرام، هنا غادي ناخذ الزبده ونخلطو ان شاء الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ناخذ هذا كنخلط فيه، اي كاطو بغيتو ديروه ديرو، اي كاطو درتوه ما كاين حتى شي مشكل. ها هو دا تخلط مع الزبده، هنا غادي نديرو في المول. ها هو دا غادي نخوي في المول. هنا كي درت البسكويت درت له الزبده، دخلته في المول، دخلته في المول ودكنت عليه. دابا غادي نديه للكونجيلاتور نخليه واحد نص ساعه د المكانه، عاد نجبدو من الكونجيلاتور ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا هانتوما شفتو كي داير. دابا غادي ندخلو المجمد ونديرو ان شاء الله تما واحد نص ساعه د المكانه الى ما نصوب لاكريم، وعاد نخرجو وعاد نصوب وحداكم. تنتمنى من الله تعجبكم، كما رضاكم. ساهله ما فيها حتى شي حاجه، لا تماره ولا والو، غير البسكويت كنطحنوه ونديرو فيه الزبده ونخلطوه ونديروه في المول وندخلوه الكونجيلاتور. ملي كنخليو واحد نص ساعه د المكانه الى ما نصوبو لاكريم، كنجبدو كنخويو عليه لاكريم وكنحطوه ونزوقوها كيف بغينا. هذا هو. نتمنى الله تعجبكم
جيكم في الشهوة. شي اللي كنتمنى من الله خلينا ويخليكم على خير ويطول عمركم ووليداتي. وسمحوا لي راني مريضة ما كنقدرش نكون بزاف نوقف. غادي ندير دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم البيض، ثلاثة ديال البيضات غادي نديرهم، وغادي ندير معهم كاس ديال السكر. ديروا كاس ديال السكر، انا نحيت ديابيتيك وعندنا ما الدار علينا كلها ديابيتيك، كندير غير النص، ندير غير النص. غادي وغادي ندير هاد لو جيست ديال الحامض، غادي نطيب هاد الشيء. الحامض لو جيست الحامض والسكر والبيض، غادي ندير معاهم دانون، هاك الدانون. درت السكر والبيض ودرت دانون الزبادي، وندير قريصة ديال الملحة، هانتوما غير قريصة ديال الملحة، وغادي نخوي الحليب، وغادي نخوي الحليب وعاد ندير ثلاثة المعالق ديال المايزينا. بسم الله، هانتوما الحليب شوية بشوية بشوية. خليت هذاك قشور الحامض، دابا غادي نزيد ان شاء الله الرحمن، دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نزيد مايزينا وردها على العافيه الا ما تعقد لي، ملي تعقد لي غنزيد عليها الحامض معصر. بسم الله، دابا غنديرها على العافية، غنديرها على العافية ونبقى يديها حتى تعقد. درت لها لوجيست ديال الحامض ودانون، درت ليها البيض ثلاثة البيضات، ودرت ليها يطرو المرق ديال الحليب اللي فيتو مع قشور ديال الحامض. دابا درت مايزينا وغادي نبقى نحرك حتى تعقد، ملي تعقد نزيد فيها الحامض طريف ديال الزبدة، ونردها نحركها ونردها على لاطاخت اللي صوبنا. عقدت ليا هي، بعد ما عقدت ليا غادي نزيد الزبدة، طريف ديال الزبدة، غادي نزيد الحامض. ها هو دا الحامض ديال الحامض ونص، دابا صافي ها هو دا. شويه غادي نمشي نجبد هذيك من الكونجيلاتور ونديرها لكم ونخويها لكم ونوريها لكم. ها هي دي بعد ما الكريمه دارت، انا غادي نخويها هنايا. هي هادي دابا غنخليها تبرد، ملي تبرد ان شاء الله الرحمن الرحيم نرجع لكم باش نزوقها بالحامض ونوريها لكم كيف جات. ها هو هذا، نتمنى من الله تعجبكم، ساهله ماشي شي حاجه كثيره. نتوما شفتوا غير الكاطو ما فيها لا لاباط لا والو، كندير لاباط وليني درنا هادي كنا هادي ساهله دغيا الدراري. ها هي هادي الحامض، ها كيبغيو الحامض راه نديرو لهم غادي بالكاطو اللي ما كياكلوش باش ياكلوا لي هاد الكاطو درتها. هذا هو، نتمنى من الله تعجبكم.